بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفضيلات، أهلا وسهلا بكم. أبنائي الأعزاء، تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، أهلا وسهلا بكم. الحقيقة هذا الفيديو راح يكون سريع جدا، فقط إجابة على تساؤلات أخواتي. الصفحة 26، هنا محور النباتات. لدينا التمرين الأول، ضع سطرا تحت الماء المناسب للسقي. مبدئيا أخواتي، جميع المياه صالحة للسقي ما عدا مياه البحار ومياه الصرف الصحي أو المجاري. أي حالة أخرى تكون صالحة للشرب، مثلا قادرين يمدوا لهم مياه ملوثة، لا، هنا مياه ملوثة أيضا غير صالحة للسقي. هنا ماء البحر غير صالح للسقي، ماء قنوات الصرف الصحي غير صالحة للسقي، ماء السدود صالحة للسقي، ماء الوديان والأبار صالحة للسقي، ماء الأمطار صالحة للسقي، ماء الحنفية صالحة للسقي. كل هذه المياه صالحة للسقي، فقط مياه البحار ومياه قنوات الصرف الصحي، هذه فقط اللي ما تصلحش تقتل النبات. هنا مياه البحر قادر يمد لهم، في نفس العبارة يقول لهم مياه المياه المالحة. إذن هنا ماذا لدينا؟ هذا التمرين الحقيقة استبعد تماما أنهم يعطوه لهم. لماذا؟ لأنه صعب، الطفل مازال ما يعرفش يعبر. أنا حتى معلمة ابني ما حلته لهمش نهائي. هنا عندنا إشرح سبب ذبول النبات الممثل في كل صورة. هنا ماذا لدينا أبنائي؟ أرض صحراوية، بين بلي أرض صحراوية قاحلة، أرض صحراوية قاحلة، والله نقولوا قلة الأمطار. هنا أرض يابسة تماما، راكم تشوفوا فيها أرض جرداء يابسة. الحالة الثالثة، هذه يمكن تكون لهم، هنا الجذور خارج التربة، راكم تشوفوا هذه التربة والجذور خارجها تماما، هذا هو سبب الذبول. عندنا التمرين الثالث، ضع إشارة في الخانة المناسبة. مدوا لهم عدة حالات، مدوا لهم يذبل لا يذبل. نبات غرس في التربة ويسقى باستمرار، لا يذبل لا يذبل. نبات قطعت جذوره يذبل، أكيد هو نفس هذه الحالة، عفوا ليس نفس هذه الحالة، نبات قطعت جذوره يذبل. هنا بعض الأخوات راحين يقولوا لي احنا النباتات نقطعوا الجذور ونعاودوا نسقيوها، لا، هما مازال ما وصلوش هذه المرحلة. هنا راهم درسوا انه النبات يمتص المياه بالجذور، وبالتالي بمجرد ما تقطع راح يذبل، هذه هي، هنا يذبل. نبات قطعت ساقه، هنا لا يذبل. لماذا؟ لأنه مازالت عندنا الجذور في التربة وراح ينمو ساق جديد. نبات قطعت ساقه لا يذبل. نبات جذوره فوق سطح التربة، هذه هي هذه الحالة، نبات جذوره فوق سطح التربة يذبل يذبل. نبات غرس في تربة يسقى سطحها فقط. هنا الحقيقة السؤال نوعا ما مانيش عارفة، ربما هنا نبات غرس في تربة يسقى سطحها فقط، مع قاصدين انهم يديروا لهم فخ، ما عرف. هنا لا يذبل. لماذا؟ لانه اي ارض احنا نسقيو سطحها برك، نسقيو سطحها والماء يدخل في اعماقها، هنا لا يذبل. اعيد، الاولى نبات غرس في التربة لا يذبل، نبات قطعت جذوره يذبل، نبات قطعت ساقه لا يذبل، نبات جذوره فوق سطح التربة، جذوره فوق سطح التربة يذبل، نبات غرس في تربة يسقى سطحها فقط. وش قلنا هنا؟ قلنا لا يذبل لا يذبل. إلى هنا أخواتي، نتمنى نكون أجبتكم على الصفحة اللي كنتوا حابينها. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى، ونقول لكم في أمان الله.